ماجد كابتن ماجد عاد إليكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماجد يحيى. هقدم لحضراتكم النهارده أهم أخبار الأهلي والزمالك على مدار اليوم، وأقول رأيي الشخصي في الأخبار آخر الفيديو. فلو عجبتك النشرة ريت تقيمها بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ على بركة الله بأبرز العناوين. رسميا الزمالك يعلن تعيين ألكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا. مرتضى منصور يعلن موعد رحيله عن الزمالك، اتهام خطير من مارسيلو في حق سيد عبد الحفيظ. دياز غاضب من تصريحات رئيس الزمالك. لاسارت يعنف في شدة صالح جمعة. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك أمام ديكي ضاها. الأهلي يترك هشام محمد يحدد مصيره. رعب في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز. أزمة جديدة بسبب موعد مباراة الزمالك الإفريقية. إعارة مدافع الأهلي إلى طلائع الجيش. أسعار تذاكر مباراة الزمالك وتيجي ضاها. لفتة طيبة من الأهلي تجاه مؤمن زكريا. ممدوح عباس يوجه رسالة قاسية إلى نادي الزمالك. وإلى التفاصيل. رسميا الزمالك يعلن تعيين ألكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا. أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تعيين المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا لفريق كرة القدم بالنادي الأبيض لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة. وعبر برنامج الزمالك اليوم أعلن مرتضى منصور في السنة من صباح اليوم الخميس عن إتمام الاتفاق مع المدرب الصربي. وأشار رئيس النادي إلى أن ستانوفيتش يصل القاهرة يوم الجمعة من أجل تسلم مهمته بشكل رسمي وتوقيع العقود. جدير بالذكر أن المدرب الصربي سبق له العمل في المنطقة العربية بقيادة نادي القادسية السعودي، كما عمل في الدوري الصيني وقاد باوك اليوناني مع تجربة قصيرة مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي. مرتضى منصور يعلن موعد رحيله عن الزمالك. أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد رحيله عن رئاسة القلعة البيضاء، مؤكدا أنه سيرحل عن منصبه بعد الانتهاء من تشييد فرع النادي الجديد في مدينة السادس من أكتوبر. ووجه مرتضى منصور الشكر إلى مجلس إدارته على المجهود الحالي، وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أنه لا يستفيد من النادي ولا ينتظر ثناء أو سب من أحد، وكل ما يريده أن يتركه الجميع يعمل بحسب قوله. حسين السيد يشكو سيد عبد الحفيظ بسبب التلاعب في عقده. كشفت صحيفة الوطن عن مفاجأة كبرى، حيث قالت إن حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي تقدم بشكوى للجنة التخطيط بالنادي ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. وقالت الصحيفة إن اللاعب أكد في شكواه أن عبد الحفيظ لم يلتزم معه بالاتفاق الذي أبرمه في التوقيع على بياض قبل أن يذهب اللاعب للاحتراف في الدوري السعودي. وضحنا أنه كان من المفترض أن ينتهي عقده بعد موسم ونصف مع الفريق، لكنه فوجئ بعد عودته أن عقده يمتد لثلاث سنوات ونصف مقبلة. دياز يستنكر تصريحات مرتضى منصور. استنكر إيميليانو دياز نجل رامون دياز المدرب الأرجنتيني المحتمل قيادته لنادي الزمالك ما يقال بأن والده قد عرض نفسه لتدريب الفريق. وقال نجل دياز ومساعده في تصريحات خاصة لموقع في الجول: إذا كان رامون دياز هو من عرض نفسه على الزمالك، فلماذا إذا اتصلوا بنا أمس مرة أخرى وفتحوا مفاوضات مجددا؟ وأضاف: الزمالك عرض على رامون دياز الحصول على 50% من قيمة عقده مقدما كما اشترط هو في السابق، لكن رامون دياز كان له بعض الشروط الأخرى. لاسارت يعنف صالح جمعة بشدة. وجه المدير الفني للأهلي مارتن لاسارت تحذيرا شديد اللهجة لصالح جمعة صانع ألعاب الفريق بسبب زيادة وزنه بشكل كبير وعدم تقديمه للمستوى المنتظر منه رغم مشاركته أساسيا في غياب وليد سليمان واستبعاد محمد مجدي أفشة. وأكد لاسارت للاعبي الأهلي بشكل واضح ولصالح جمعة بوجه خاص أن الالتزام بالبرنامج المدني الموضوع وأداء التدريبات بكل جدية سيكون الخطوة الأولى لحجز مكانهم بالتشكيل الأساسي فيما لم يتم النظر لأي أمور أخرى، خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات هامة وصعبة للغاية بداية من لقاء بيراميدز في كأس مصر. مفاجأة بالجملة في قائمة الزمالك أمام ديكي ضاها. كشف مصدر في الجهاز الفني لنادي الزمالك عن سبب استبعاد عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق عن قائمة مباراة البطل الصومال في دور 64 من دوري أبطال أفريقيا. وقال المصدر إن اللاعب كان يعاني من إصابة في الأيام الأخيرة قبل أن يشفى منها، مضيفا أن لياقته البدنية لم تكتمل بعد، لذا لم يكن متاحا للمشاركة في المباراة. وبخلاف غياب عبد الله جمعة، شهدت قائمة الزمالك عدد من المفاجآت، حيث غاب طارق حامد لاعب خط الوسط بالإضافة إلى رفيقه فرجاني ساسي وخالد بوطيب ومصطفى فتحي لعدم الجاهزية، فيما غاب محمد أوناج من عدم أحقيته خوض المباراة مع الزمالك إلا في دور المجموعات بحسب لوائح الكاف، فيما غاب أيمن حفني بسبب الإصابة. وضمت القائمة 21 لاعبا هم في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، في خط الدفاع حمد النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي، في خط الوسط محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر، في خط الهجوم أشرف بن شرقي ومصطفى محمد وعمر السعيد. الأهلي يترك هشام محمد يحدد مصيره والمصري يفاوض اللاعب. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إن النادي يبحث عن خروج لائق للاعب فريقه هشام محمد على أن يضمن أيضا تحقيق أكبر استفادة مادية من اللاعب،
فيما تلقى اللاعب بالفعل عدة عروض محلية أبرزها من الاتحاد السكندري وسموحة بجانب عرض إماراتي وعروض أخرى يفاضل بينها اللاعب حاليا، كما تلقى هشام محمد مكالمة هاتفية من إيهاب جلال المدير الفني للمصري من أجل انتقال اللاعب للنادي البورسعيدي، حيث أثنى جلال على قدرات اللاعب وطلبه بالانتقال إلى الفريق من أجل دعمه، خاصة وأنه سيشارك في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل. عضو اللجنة الفنية يكشف اسم مدرب الزمالك الجديد. كشف مصدر في اللجنة الفنية التي شكلها رئيس نادي الزمالك لاختيار المدير الفني الجديد عن أن المدرب الصربي ميلوتين سيردوفيتش الشهير بميتشو هو الأقرب لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة في حال فشل محاولات إقناع الأرجنتيني رامون دياز بتولي المسؤولية. وقالت مصادر وسيلة الصلة بالصفقة إن ميتشو تعهد لمسؤول الزمالك بإنهاء تعاقده بصورة ودية مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي دون تحمل القلعة البيضاء مبلغ الشرط الجزائي. رعب في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز. قال موقع سوبر كورة التابع ليوم السابع إن هناك حالة من الرعب تسيطر على مجلس إدارة الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في دور 16 من ربع نهائي كأس مصر المقرر له السبت المقبل على ملعب برج العرب. وأوضح الموقع أن مسؤول الأهلي يخشون من التعرض للخسارة أمام بيراميدز في الكأس، وما سيمثل إحراجا كبيرا للمارد الأحمر بعد خسارته ذهابا وإيابا في الدوري الموسم الماضي، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى الإطاحة بالمدير الفني الأوروجواني مارتن لاسارتي على الرغم من تجديد محمود الخطيب الثقة به. أزمة جديدة بسبب موعد مباراة الزمالك الأفريقية. قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه رفض طلبا لإقامة مباراة الفريق الأبيض مع ديكيداه الصومالي في العودة يوم 25 من الشهر الجاري بدلا من 26 من الشهر نفسه. وأوضح رئيس الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أنه يرفض إقامة اللقاء يوم 25 من أغسطس لارتباط الفريق بمواجهة مصر المقاصة يوم 28 من نفس الشهر بكأس مصر. وتأتي الأزمة الخاصة بلقاء الزمالك مع بطل الصومال في العودة بسبب عدم التمكن من خوض اللقاء على استاد القاهرة الدولي لوجود صيانة في الملعب، كما أن ملعب برج العرب يوم 23 من شهر أغسطس الجاري سيستضيف لقاء الأهلي وإطلع بره. طلائع الجيش يعلن استعارة أحمد علاء لمدة موسمين من الأهلي. أعلن فريق طلائع الجيش عن ضم أحمد علاء مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مقبلين. وأوضح نادي طلائع الجيش أن علاء انتظم في تدريبات الفريق اليوم، موضحا أن الصفقة جاءت ضمن صفقة تبادلية عقدها الأهلي مع النادي لضم أيمن شوكت لاعب فريق السلة. الإعلان عن أسعار تذاكر مباراة الزمالك وتيكيتاها. حددت إدارة نادي الزمالك أسعار تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام بطل الصومال في المباراة المقررة لها بعد غد الجمعة، وجاءت الأسعار كالتالي: 50 جنيه للدرجة الثالثة، 70 جنيه للدرجة الأولى، 100 جنيه للمقصورة الأمامية، و200 جنيه للمقصورة الرأسية. وقامت جماهير القلعة البيضاء بالتوافد على بوابة النادي في ممر الملك فاروق بشارع جامعة الدول العربية لشراء تذاكر المباراة، حيث من المقرر أن تستمر عملية طرح التذاكر بالنادي حتى اليوم الخميس من 9 صباحا حتى 4 عصرا، وقد طبعت 10,000 تذكرة لبيعها للجماهير وأعضاء النادي. صانع ألعاب الأهلي في الطريق إلى إنبي. استقر الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجواني مارتن لاسارتي على انتقال محمد شريف صانع ألعاب الفريق إلى إنبي على سبيل الإعارة لمدة عام، ويسعى الأهلي من هذا القرار إلى اكتساب اللاعب المزيد من الخبرات الفنية والبدنية في مسابقة الدوري واستعادة مستواه الفني الذي كان عليه قبل الانتقال للقلعة الحمراء. كان محمد شريف انتقل للنادي الأهلي من صفوف وادي الدجلة في الموسم قبل الماضي، لكنه لم يحصل على فرصته مع الفريق الأول. إيقاف زيزو 4 مباريات وتغريمه بسبب سوء السلوك. أصدرت لجنة المسابقات أمس قرارها بشأن وقعة طرد اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك خلال مواجهة الأهلي في ختام الدوري السابق، حيث قررت اللجنة إيقاف اللاعب 4 مباريات في الدوري وتغريمه 5,000 جنيه، وذلك على خلفية طرده المباشر في المباراة بعد تعديه على الحكم المجري الذي أدار اللقاء والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد. الأهلي ينهي إجراءات سفر مؤمن زكريا للعلاج في ألمانيا. ينهي مسؤول النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة إجراءات سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق إلى ألمانيا لخوض برنامج تأهيلي هناك للتعافي من الإصابة التي يعاني منها والتي تحول دون قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ومن المقرر أن يتحمل الأهلي تكاليف علاج زكريا في ألمانيا، حيث يسافر اللاعب خلال الأسبوع الأول من سبتمبر ويستمر هناك عدة أسابيع لخوض برنامج علاجي وتأهيلي. خالد بوطيب يقترب من الرحيل عن الزمالك. عرض مسؤول الزمالك خدمات خالد بوطيب مهاجم الفريق على الوداد المغربي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وينتظر الزمالك رد الفريق المغربي لبيع بوطيب والاستفادة من مكانه في القائمة بلاعب افريقي سوبر، حيث يكثف الزمالك من مجهوداته من اجل التخلص من الدوري المغربي بعدما عبر كل من نادي سموحة والاسماعيلي عن رغبتهما في ضم اللاعب، الا ان راتبه وقف عائقا امام رغبات هذه الاندية. حمودي يفاضل بين 5 عروض. يفاضل أحمد حمودي الذي فسخ عقده مع النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بين عدة عروض تلقاها مؤخرا تمهيدا للانتقال لإحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتلقى حمودي عدة عروض محلية أبرزها من الاتحاد السكندري وسموحة والإسماعيلي وإنبي والمقاولون العرب بجانب عرضا خارجيا من الدوري الأمريكي لكنه بمقابل مالي ضعيف، وسيختار اللاعب من بين هذه العروض الستة للانتقال إحداها في غضون الأيام المقبلة. ممدوح عباس يسخر من الزمالك.
صخر ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق من عدم إعلان مجلس الإدارة الحالي عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول، وقال عباس عبر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر: بما إن إدارة نادي الزمالك تخشى إعلان اسم المدير الفني الجديد خوفا من تطفيشه، وبما إن نادي الزمالك لا يعيش له مديرون، فأرجو أن يكون اسم المدير الفني الجديد شحتة. عندي أكتر من تعليق على أخبار النهاردة. التعليق الأول على تصريحات إيميليانو دياز واللي استنكر فيها كلام مرتضى منصور إن رامون هو اللي عرض نفسه على الزمالك. صراحة تصريح ملوش لازمة من رئيس النادي، لأن الكلام في الصفقات دايما بيبقى بحساب. ما ينفعش تطلع تقول الكلام ده وانت محتاج لمدرب كبير زي رامون دياز، لأن بمنتهى البساطة ده ممكن يتفهم إنك بتقلل منه، رغم إن الزمالك نادي كبير وشرف لأي مدرب إنه يدربه، بس الكلام بالأسلوب ده عمره ما يؤدي إلى نتيجة. أنا نفسي أشوف مرتضى منصور يعين متحدث باسم النادي ويبعد شوية عن الإعلام، حقيقة هيكون في مصلحة الزمالك وهيكون ليه تأثير كبير على استقرار الفريق. التعليق التاني على الخبر اللي نشرته جريدة الوطن بشأن الشكوى حسين السيد مارسيلو ضد سيد عبد الحفيظ بإنه اتلاعب في مدة العقد بتاعه واستغله إنه وقع على بياض. أنا شايف إن ده اتهام خطير جدا وهيتطلب رد فوري من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبقول رد فوري لأن ممكن يطلع الكلام ده مش حقيقي وممكن يطلع حقيقي بس فيه تفاصيل في النص إحنا ما نعرفهاش. في كل الأحوال الرد لازم يبقى واضح علشان من حق الجماهير تعرف إيه أصل الموضوع، لأنه لو اتسكت عليه ممكن الناس تستغل الخبر ده لتشويه صورة النادي الأهلي اللي كلنا بنحبه وبنخاف عليه. بكده هكون خلصت كل اللي عندي النهاردة. يا رب دايما أشوفكم على خير، مع ألف سلامة.